شباب جاهزين؟ 5 4 3 2 تفضل. الحلقة من أجمل ما يمكن، ألف شكر من القلب. أن يأتي مثل هذا البرنامج المخيال لكي يؤصل الفكر العلمي لإيصالها للناس، هذا اعتبر فكر جميل وجديد وفكر نوعي. يعني عبد الله طلع أشياء من عندي، الله يستر ما أدري. كثير حريصين كلكم، الصوت والإضاءة والمصور والكاميرا والمخرج، الشغل جميل جدا. هذا حنا في مخيال، ومخيال مستمر، لكن هذه المرة بخيال رمضان. انتظرونا في شهر رمضان المبارك على شاشة السعودية. بخيال رمضان يوميا الساعة 1 صباحا، رمضان على السعودية.